السلام عليكم خوتي المغاربه خواتاتي المغربيات، مرحبا بكم على قناه مامون بيبي. خوتي خواتاتي، غادي نشارك معكم هذا الميساج هذا اللي هضرت مع الحاجه فاتحه هاد يومين. تهضر معها كل نهار، كل صباح، كل عشيه، في الليل دائما. انما هذا الميساج هذا ديال هاد يومين بغيت نشاركه معكم دابا. هانتوما خوتي تتشوفوا، سولتها واش مازال تدير ليها الغاز، قالت لي ايه فعلا. في الميساج اللي قبل بالخضر سولتها واش مازال تدير ليها الغاز، سولتها واش مازال تدير ليها الغاز. هي كتبت لها اسكيل تامي اونكور لو غاز، هي هذيك وراني قلت لها مخلوعه عليك، شو سوي انكيت، زعما مانيش مرتاحه، بالي ما مرتاحش لانها تدير ليها الغاز. قالت لي فعلا دارت ليا الغاز في الدار كلها، وراني كنت في الزنقه، ودابا راني غير في الكولوار، وراني ما يمكنليش مازال ندوز الليالي في الدار، ما يمكنش، صافي باقي نعس في داري في الليل. ودابا راه جاوا البوليس وهما اللي طلعوا معايا. هي هذيك هادشي، دابا البوليس تيجيو كل نهار على ود هاد القضيه ديال الغاز. ونفيسه سميم ما بغاتش تحشم. نفيسه سميم اخوتي هي اللي كانت متعلمه ديال بنكيران وقتلاتو، وزورات الكواخت ديال الدار وجلسات في الدار اللي فوق من الحاجه فاتحه. ودابا هي خدامه تحت الاوامر ديال حاكمه الحكومه المحكومه اللي هي اسماء زروال، بنت بوشعيب زروال وحبيبه حديقي، وهي اللي عطيها الاوامر باش تستعمل السلاح الكيميائي في دوله المغرب، مع العلم ان السلاح الكيميائي داخل في النطاق في لا كاتيجوري ديال الارهاب، ممنوع دوليا، ولكن اسماء زروال تستعمل السلاح الكيميائي ضد المواطنين وضد الاجانب الموجودين في المغرب. هادشي ماشي معقول، هادشي خصو عقاب دولي. السلطات الدوليه خصها تشوف هادشي، لان هادشي ماشي معقول. انا دابا تنفضح هادشي، هادشي بزاف. هادشي الله ياخذ الحق، الله ياخذ الحق، الله ياخذ الحق. هذاك علاش اليوتيوب مخليني تندير الفيديوهات. اسماء زروال واخا عييتي وما تضربي بهذا بالسينيال وهذا، لان خصهم يعرفوا اش واقع في المغرب، وانا تنوريهم اش واقع.